اهلا بيكم في حلقه جديده من عليك واحد. الليله حلقتنا شويه كده فيها نجوم التلفزيون ديل، عشان احنا بنغير وانا بغير صراحه انه المذيعات ديل بيكم مشهورات. يا جماعه انتوا ما تسندونا يا اخي، الشباب ديل كلكم بتمشوا تعملوا لايكات هناك، تعملوا لايكات هنا يا اخي. عشان كده احنا الليله قلنا نجيب لكم نجوم الشاشه. هي بتلقب ولا متلقبه نفسها ما اعرف براء ولا بنقول لقبها انه هي نجمه الشاشه الاولى. وضيفتنا الثانية ما خلت عرس ما مشته وما صورته يا اخي، اي عرس بتفتح في الشاشة دي بتلقاه قاعدة ونص العريس والعروسة. ها احساسك شنو؟ ها انت حاسة بشنو؟ حاسة بشنو يعني ما عرس؟ شنو يعني؟ عشان كده احنا قلنا الليلة نجيبهم نوريهم احنا بنعمل شنو في الفسحة دي. نجماتنا لليلة نورهان نجيب وسهيلة من النيل الازرق، خلينا نطلع نشوف هنعمل فيهم شنو؟ بعد ما وصلنا بيت نورهان وسهيلة كان منتظرانا هناك معاه، وهم كانوا بيتجهزوا عشان يركبوا معانا العربية وننطلق نحو الاستوديو الوهمي اللي احنا غشينهم بيه. اخواننا اهلا ومرحبا بكم الليلة في حلقة جديدة معانا سهيلة. سهيلة يعني يا النيل الازرق. والتاني قلت لك منو؟ نورهان. منو؟ نورهان. نورهان على الضمان. عليك الله. كده نرحب بكم في برنامجنا، في برنامجنا اسمه نجمكم معانا. فكرتنا انه احنا دارين يعني نجوم المجتمع، احنا دارين ندلعهم كده في شيء او اخر، يعني شيء من البيت نسوقهم في عربيه دين بيبسي، ندخل في البيبسي طوال ما نعزمه البيبسي الدولار في العالم ولا شنو؟ نشرب بيبسي جديد بعدين شويه كده خفيف صح؟ هذه فكرتنا يعني دارين النجم اللي بنجيبه ده مش نجيبه، يعني لا يجينا مواصلات لا يجينا شاهد عربته لا يجينا نجيبك ونرجعك. يا سلام ناس زوج يا اخو الله ينسى داني. دارين غدا ولا هاي نخلي محمود يجيبه؟ لا محمود اللي مضطر يعمل اي حاجه. البيبسي كفايه البيبسي كفايه. طيب دار في الاول كده اسالكم علاقتكم بالشارع شو؟ يعني ما انت مذيع ولا بتاع مذيع ولا بتاعت بيت ولا بتاعت شارع؟ والله يا اخي انا عموما بحب الشغل الميداني، ويمكن ده واضح كان من مسيرتي البسيطة المتواضعة انه انا كنت لفترة طويلة بطلع محطات خارجية. طبعا فكرة انك انت تستضيف اثنين اعلاميات دي كانت كابوس في حد ذاته لي انا شخصيا. نورهان وسهيلة ما بطلوا كلام وكان دايما بيناقروا بعض عن موضوع السوشيال ميديا وغيروا موضوع الحلقة تماما. انا انت شارع ولا بيت؟ انا والله يا مازن اجتماعية من الدرجة الاولى، يعني الحاجة دي معروفة عندي شديد. بحب اطلع، بحب البرامج، يعني بحب اللمات عموما. شفت اللمة بتاعت البنات، اللمة بتاعت الأصحاب، ما بحب. وإحنا في الطريق والدردشة شغالة مع نورهان وسهيلة، كان في الناحية الثانية فريق الكوابيس بيتجهز عشان يخلعهم. يا سهيلة يا سهيلة يا سهيلة ضربت يا سهيلة 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 يا سهيلة. أنا أوصل لكم إنه أنت لازم يكون في كونتاكت بينك وبين المتلقي، اقرب كونتاكت لك. ما انت ما حتقدر تمسك الناس في الشارع يا اخوان، ما تقدر تمسك اي زول تقول له اسمع رايك فيني شنو، ولا انا البرنامج اللي انا بقدمه شنو. يا محمود حقنا وين حقنا وين شنو؟ ايش بدك؟ انا اوصل لكم انه انت لازم يكون في كونتاكت بينك وبين المتلقي، اقرب كونتاكت لك. ما انت ما حتقدر تمسك الناس في الشارع يا اخوان، ما تقدر تمسك اي زول تقول له اسمع رايك فيني شنو، ولا انا البرنامج اللي انا بقدمه شنو. يا محمود حقنا وين حقنا وين شنو؟ كمل طاووس يا مشرع. ايش بدك؟ ايش بدك؟ ايش بدك؟
بعد ما كابوس هجم على العربية، الكلام الكثير اللي كانوا بيتكلموا بيه ده كله تحول إلى سكوت وصمت تام. الزب هيضربك. أمشي قيس المايب، أقرب قيسين بس. لا لا ما تجيف ليه عيني محمود، ما تجيف ليه، أقرب قيسين هنا وين؟ عين عين عين، امشي قسم بس، اقرب قسم، اقرب قسم يا محمود. خوش النازل بيهددونه في الشارع واحنا بنصور يا استاذ مازن. انت بتتكلم كيف؟ ممكن لو سمحتوا نجيب ونتكلم معاهم شويه، نتفاهم معاهم. ده ناس وقوف، نتفاهم معاهم ما في مشكله، بنتفاهم معاهم يا اخوان، المواضيع بالتفاهم بتتحل. ممكن ليميت التلفزيون، انزل امشي معاهم انت بشوف اي حاجه بنصور يا محمود. طيب امشي الحته اللي احنا ماشيين فيها، اجيب وتويهم. قول لهم شنو؟ انا بتكلم لك معاهم، اجيب انت امشي تويهم. بنتكلم معاهم. انت ماشي وين هسي؟ بنتكلم معاهم يا محمود. ممكن اصبر يا امانه يا اخي، اصبر اصبر. الركشه طيب يا اخي، اجيب وقف. ما انت يا جماعه زبط، ما انت ما عارفين حجم المشكله يا اخي. انا بتكلم معاهم يا اخي. مازن نزل قول شنو؟ اصبر يا بعد، انت ما عارفه بتلف الحله تعمل في شنيطه طيب من جبال يا اخي. جيت يا اخي، دي في ناس هنا في شوفه بتاعت يا محمود يا اخي. ما غلط يا ابن ايه، هاوي جبتها. لا 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 شفتوا شفتوا عيني، انا بسوق العقل هو بيمشي. لا انت تعدي يا ضرب، احنا بنات ما عندنا علاقه بالقصه. اجردك. طيب حاضر البس دقيقه، دار انزل انت هنا، ابدعي دار انزل انا. طيب دقيقه بس، بالعربيه دي شنو؟ ما عندي علاقه بالعربيه، خليها ما عندها، خليها تعالات. انا ما عندي علاقه، احنا ضيوف. دقيقه دقيقه، ما عندنا علاقه، دول ما عندهم قضيه. عايزين نركب العربيه دقيقه. كيف اصلح بس؟ يا اخي احنا بنعرف يا اخي، علاقه يا ساتور من هنا، دقيقه يا بنت دقيقه. انا برشيد شنطتي، ما عندي علاقه بالناس دول. انت راجع، والله انا ما عندي علاقه بالناس دول. هنا طب ضرب بالشبطيش. اوكي ما في مشكله، انا ما عندي علاقه بالناس دول. اوكي طب انا ما عندي علاقه بياهم. ايش عم بقول لك؟ ضرب بالشبطيش. علاقتي بالضرب بس الشبطي. الزول ده نازل مستضيفيننا في التلفزيون. احنا مذيعة. احنا ما عندنا علاقه بالناس دول. ربنا مساعد لنا من العربيه دي. تعالوا البيت وين يا زول؟ البيت هنا لك الشيء ده. تعالي تعالي، ما بخلي حد هناك ابو زيد. يا بنت ما تجي، انت مذيعه ولا انا؟ ما لابسه شبطي. شبطي خليه، انت مذيعه ولا ما مذيعه؟ انت مذيعه ولا ما مذيعه؟ زيدوا زيدوا لنا الحلقه دي في برنامج عليك واحد. كل سنه وانتم طيبين يا اخواننا. انت ما في عيون علي؟ لا عندي لكن بيحتون سريع فجاه ما تكون علاقه بالناس ولا بالعربيه. انا بقول لهم نتفاهم اخواننا، نتفاهم اي حاجه بالتفاهم بيحصل. يعني شو يعني لو عندكم معاه تعرف بالتفاهم؟ اه شو يا قلب الجبل. لكن اختي دي بعت القضيه قالت لنا ولا عارف عربيه ولا عارف الناس دي. قول انا استغربت الدم، لكن كنت ممكن تكون دي كاميرا خفيه اصلا يعني. ما ممكن يكون الدم بالطريقه دي يعني، لو طعنوه ما ممكن يكون كده. انا تعمل كده البرنامج ده اللي اسمه نجمك معانا، ولا في استوديو ولا في كافوري. ده برنامج اسمه عليك واحد. ده نجمكم معانا، دي ما نجمكم معانا، دي نجمكم على الله. نجمكم قفل. ده برنامج اسمه عليك واحد. انت دقيقه، انت يعني وين محمود؟ يا محمود جيبوا لي محمود. محمود تعال. هذا محمود عليكم، انا زعلان منك. زعلان محمود، تعال انت شوف عربيه الناس. انا شغاله اليوم، امشي قسم الشرطه، امشي اقرب قسم. انا بقول لهم اجيب، خلينا نتفاهم معاهم. انا بقول لك خلينا نتفاهم معاهم. احمد انا قسم اجابكم الجسم. ايوه يقول لنا وكيل عريف ولا اي حاجه، خليه يخلص لهم. انا بقول لهم اجيب، خلوني انا بتفاهم معاهم. ايوه بتفاهم معاهم. تعالى اقعد انت معايا. بس العقلانيه دي اللي تعمل حاجات مستحيل تكون دي كاميرا خفيه اصلا يعني. انت كنت حتقول لهم ده ملك اللي بيسوقوا كده.
المؤمن اللي الدوز اخدته انا شكيت مقلب لما شفت الدم وشكيت مقلب داني لما شفت لما كنا واقفين في الاستوب لانه ما يعني فجاه كده تضرب في تخبط في العربيه وبعدين يعني سودانيه 24 غنم محترمه يعني مستحيل تشيل العربيه من زول ولا مثلا تجيب ما العربيه ممكن تكون منتج انا عجبتني في حته تبنيت الموضوع يعني بقيت ارتاح من جودية معي كانت انه الموضوع شنو يعني جودية خالي كوب قول لك جيب الساطور لا ساطور لشنو ساطور ساطور لو عندهم تار ما بيجيبوا ساطور ساطور لشنو لا انا مريضة بتشاي لحم امني لو انت تلتي دايره سوق العربيه انت رايت انا ما سالت انا بقى جيت قدام طبعا انا كلام انا الشباب اه يما انا طلعت انت عندي امنتي انا دايره سوق العربيه لو الشبط مسك في رجلي ابي يطلع لحد الشاسي اللي الشبط بالفرع ابي يطلع كويس يا محمود جينا معاكم سواقه حلقه دايرين سواقه جينا سواقه انا شخصيا واحده من الناس اللي ما بتخليها اها يا مازن خلينا نجيب باقي العده هات نجيب العده انا حرامي انت بتتخلعي؟ انا ما دي بتاجيب لها هسه ما بكذب والله انا خفت شديد بعدين اول مره بعدين الدم ما بستحمل منظر الدم الدم ده يعني لما شفته انا قلت خلاص بعدين انت قلت بعدين لا محمود لا مازن اداني احساسي انهم هم بيمثلوا انا طبعا قلت يا ربي عينه طبعا عينه طلعت يعني ولا ما له حصل يعني انا اول مره في حياتي تحصل لي حاجه زي دي وما نزيه نعمل شنو السودانيه دي المحبايب تحيه كبيره يا اخوان بعد ما المقلب انتهى ونورهان وسهيله اتخلعوا خلعه شديده قعدنا ودردشنا معاهم عن شعورهم كانوا حاسين بشو سهيل انت شنو الايمان ده كله انا لا انا اقول لك كلام مش بعد ده انا بحب احكي المواضيع يا اخواننا الناس تكون عقلانيه يا جماعه الناس عقلانيه شو الناس دي برواقه عين يا مازن الناس دي شكلهم بلطجيه جد جد يعني عرفتها باي شوف كابوس يعني كنت لا كانت حتسوق العربيه نورهان عايزه تسوق العربيه ما هم دايرين محمود ما هم دايرين محمود انا قال لك دايرين العربيه هو داير يطلع الساطور انا بس قبل ما هو يقول ساطور دي انا دايره افلت عين انا اول حاجه يعني كده اطمنت في حاجه واحده انه احنا ماشيين بالنهار في وسط شوارع العاصمه فما هيحصل حاجه ما في حاجه بتجينا يعني يا جماعه بعدين احنا ممكن نتكلم معاهم براحه وكده القصص اللي بتحصل يعني والمجرمين تكلم مع برا اقول لك زول بيقول لك اطلع الساطور براحه بتاع الساعه كم دي كانت حلقة الليلة من عليك واحد كان معانا نورهان وسهيلة مذيعات في قناة النيل الأزرق تخلعوا شوية من الكوابيس لكن إن شاء الله المرة الجاية هتكون أقوى من كده بكرة حلقة جديدة من عليك واحد مقلب جديد ونجم جديد في نفس المواعيد لازم تستنونا سلام أواد كابس تقال يابس كابوس كابس ومهما بتكون نجم مشهور أو فنانة وليكي جمهور الليلة معانا يومكم بطول كده كل واحد عليك واحد والكون كله عليك شاهد منا الشايفات وبتشاهد والكاميرا معاك سيضلك شوف الليلة منو حيحلك استمتع باللحظة وعيشة ما الجايات بتجيك في محلك حصلت حركات وهمية بس خلوها لينا بالنية القصة أساسا كاميرا خفية القصة دي ضحكة 100% أضحك يا أصلي ويا أصلية